أنت ذكرت بأن قوى الحرية والتغيير هي تمثل 10%، وهي أقلة، وهي أقلية، فكيف لأقلية أن تتحكم وتقرر مصير، أو هي تتخذ قرار لمصير 90%، أي غالبية المجتمع السوداني، وتتخذ هذه القرارات إذا كانوا هم فعلا أقلية؟ هذه مسألة نحن نحملها للمكون العسكري تماما، نحملهم هذا الأمر ونضع ذلك في رقابهم، لا سيما البرهان وحميتي، نحن نحملهم هذا الأمر. منذ البداية طلبوا من التيار الإسلامي الواسع الذي كان يمكن أن يملأ عليهم الشوارع من بعد، قالوا له لا تخرج، وقالوا لا، نحن هنا نمثلكم، نحن هنا نمثل الرأي الآخر، نحن هنا نفعل، نحن والموضوع فقط فترة معينة، وهذا الأمر سيتغير، وميثاق الحرية والتغيير سيتغير، وكذا سيتغير، لكنهم للأسف الشديد خانوا هذا كله وخانوا الشعب. هؤلاء هم الذين لولا حماية العسكر لهؤلاء الناس ولولا دعمهم لهم والله ما استطاعوا أن يتجرؤوا على دين الله. دكتور محمد عبد الرحمن، هذه لا يتحملها العسكر، بل العسكر هو من وقع معهم، هو من أجاز هذه القوانين، ولولاهم لما أجيزت، فكيف أنت تقول يتحملها العسكر؟ هو أصلا يتحمل. هذا الذي أقول، العساكر يتحملونها معهم، لا سيما الذين في مجلس السيادة. والله إن الله سبحانه وتعالى سيريكم ذلك في أنفسكم وأبنائكم وأهليكم. إن الذي يحارب الله سبحانه وتعالى أخي، هذا مصيبته ضخمة ومصيبته كبيرة. أنا أتعجب من هؤلاء. يا أخي، هل هذه أولويات الشعب السوداني؟ هل هذه أولويات الثورة؟ هل هذا يعطي الشعب وقود؟ هل هذا سيحل مشكلة الخبز؟ هل هذا سيحل مشكلة الضائقات التي يعيشها الشعب السوداني؟ بل بالعكس، الله سبحانه وتعالى قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هؤلاء الآن فتحوا بابا ضخما للأسف الشديد من ذهاب الريح. طيب دكتور محمد عبد الرحمن، أنت